خلونا نطلع أننا نكون وكلاء لهذا الطرف أو وكلاء لذاك الطرف، لأن هذه الوكالات التي مارستموها على مدى سنوات طويلة أوصلتكم والمجتمع والعراق إلى حال لن يقبل به الكافر. هذه المرة عندما تريدون أن تتحاوروا، ضعوا مشروعا سياسيا أو بوصلة سياسية أو برنامجا حواريا تتحاكمون وتتحالفون بموجبه، حتى نشعر نحن كشعب مغضوب عليه أن هنالك شيء جديد، أن هنالك ماكو ارتماءات، ماكو عمالة، مو كل واحد مرتكن على طرف وشيل مقوارة على الطرف الثاني. وبالتالي لما أنتم تردون تتفقون، تتفقون على شعب مسكين الفقير. لما نحكي نتورط، ولما نسكت نتهم، ولما نقول يصير علينا دعاوي. شنو الموضوع إذا ظل البلد بهذا الشكل، والبعض صار يعتقد أنه تحول إلى إله مقدس على الأرض يجب أن ننحني له في كل لحظة وفي كل ثانية؟ متى ومن علمكم أن العراقيين صغارا حتى تتحكمون بهم؟ ومن قال الذي يملك المال والسلطة يستطيع أن يلوي عنق العراقيين؟ من أشار عليكم خدعكم، وعندما صدقتموه كنتم في ضلال مبين. تريدون حكومة؟ سووا برنامج حكومي ومشروع سياسي وبوصلة سياسية وعرضوها إلى الشعب. هذا الذي سنحدده وهذا الذي سنقبله. أما قضية وموضوعة التنازلات، تتنازلون عن ماذا؟ الحقوق في الشمال في الكرد هي حقوق عراقية، وفي المناطق المحررة حقوق عراقية، والمناطق الجنوبية حقوق عراقية. عندما تكتب باسم الشعب العراقي، لا نقبل بلفظة المكونات بعد الآن. أنتم مكونات، نحن شعب عراقي نتشرف بالكردي والسني والشيعي والمسيحي وكل هوية عراقية نضعها فوق رؤوسنا، وقبلها نضعها فوق رؤوسكم تقبلونها باسم الشعب.